هي أخرى كانت من نصيب الاتفاق الذي فوجئ في بداية هذه المباراة بورود مرماه هدفا مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب مارسينهو، ومن ثم تمكن عماد الحوسني من زيادة الغلة في الدقيقة 18. ملامح الشوط الأول كانت تتجه المباراة لصالح الأهلي، لأن المباراة تغيرت بمجملها في الشوط الثاني، وتشاهدون الهدف الثاني للاعب القادم عماد الحوسني الذي يتصدر قائمة الهدافين، ونشاهد الفرحة المعتادة من اللاعب عماد الحوسني. وفي الدقيقة 34 ومن كرة ثابتة اللاعب ماتيوس يسجل الهدف الأول مبكر لفريقه، وبعد 4 دقائق عاد مرة أخرى اللاعب عماد الحوسني لتسجيل الهدف الثالث، والذي اكتفى فيه الأهلي أهدافه في هذه المباراة من تسديدة قوية ومميزة ومتقنة للاعب عماد الحوسني. في الشوط الثاني كان مغايرا بشكل كلي، استطاع الاتفاق العودة إلى المباراة وتأكيد تفوقه ب3 أهداف. جاء الهدف الأول عن طريق البديل صالح بشير في الدقيقة 52، ومن كرة مرتدة تمكن اللاعب يحيى الشيري في الدقيقة 66 من مخادعة الحارس وتسجيل الهدف التعادل لفريقه، كما تشاهدون الآن الهدف الثالث والتعادل. وفي الدقيقة 70 تمكن اللاعب المحترف سيباستيان من تسجيل الهدف الرابع لفريقه، وتشاهدون فرحة اللاعب يحيى الشهري، وهذا هو الهدف الرابع للاعب سيباستيان. وبذلك تنتهي مجريات هذه المباراة بحصول الاتفاق على 3 نقاط وفوزه على الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.